السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم، أحمد صالح، وباستكمال لسلسلة الشروحات الخاصة في برنامج أدوبي بريمير بنسخة 2022. بلقاء اليوم رح نتعلم كيفية التعامل مع الصوت حتى بالحد الأدنى للمواد اللي بتستخدمها في تسجيل الصوت. أنا قمت بتسجيل هذا الفيديو، رح نبدأ بتطبيق عليه من خلال مايك لقاطة موصول على الهاتف، ما في أي كارت صوت ولا في أي معالج ولا في أي شيء آخر بالحد الأدنى، وما في عنا أي احتياج لأي برنامج هندسة صوت خارجي كأدوبي إيديشن أو أي برنامج سواه. نحن رح نشتغل بداخل الأدوبي بريمير ونتعرف على كيفية إضافة الفلاتر للصوت وتنقيط الصوت وإظهاره بأفضل جودة، ومثل ما اتفقنا مهما تكون عندك أدوات التسجيل وبيئة التسجيل يعني نوعا ما مستقرة. فعلى عجل وبكل بساطة واختصار، ما هي أهم الأدوات للتعامل مع الملف الصوتي لحتى أظهره بأفضل النتائج؟ نصيحتي الأولى لحضرتك لما رح تبدأ بتسجيل الفيديو أو تسجيل اللقاء، أول شيء اترك مسافة مثل ما أنا شايفين ما تتكلم فيها. ليش هذا الموضوع؟ هذا الموضوع رئيسي علشان فقط نقدر نعطي مجال للبرنامج بالتعرف على النويز الموجود عندك يا بالغرفة. ربما يكون صوت مروحة، ربما يكون في أصوات خارجية، أو في شيء حواليك مش مستقر له أي شيء صوت يعني، تمام؟ غير الصوت اللي هتكلم فيه أنت، هذا يسمى النويز. لازم أول خطوة نشتغل عليها نقوم بتعريف النويز للبرنامج وإزالة النويز، تمام؟ سواء كنت في برنامج أدوبي بريمير، في أدوبي أديشن، في أي برنامج هندسة صوتية، لازم نقوم بإزالة النويز. خلونا أول شيء نتعرف كيفية الوصول إلى أدوات الخاصة بتعديل الصوت. طبعا في عنا أكثر من طريقة. في الطريقة الصعبة أنك تتوجه إلى قائمة الإفكت، تتوجه إلى الأوديو إفكت مثل ما أنا شايفين، وعنا كل هذه الفلاتر والتأثيرات، وأنت حسب خبرتك ممكن تطبقها. أما الطريقة السهلة ورح نعتمد اليوم هي التوجه إلى قائمة الويندوم ومنختار منها أوديو تراك ميكسر. رح نشغل لمرة واحدة، بيظهر معانا بهذا الشكل. طبعا في عندي هون سهم لازم ننتبه عليه، هو لإظهار وأخفاء الإفكت، تمام؟ بجي بنقل مرة واحدة عليه، بيطلع لي هذا المظهر. رح نضيف التأثيرات نحن وين بهذا المكان، بنفس المكان بنقل الإغلاق حتى يظهر المظهر الأولي. هدول عبارة عن إيش؟ هدول عبارة عن مسارات الصوت الموجودة على التايم لاين، تمام؟ وعندي آخر شيء عندي الميكس. طيب خلنا نحكي بشكل أدق وأوضح، مسار الصوت الموجود على التايم لاين شو العنوان اللي أخده؟ الأوديو 1، التحت منه هو الأوديو 2، هذا موجود بالأي 1 وهذا موجود بالأي 2. لو طلعنا هون بلاحظ عندي أوديو 1 موجود بالأي 1 وعندي الأوديو 2 موجود بالأي 2 وهكذا. إذا كان رح نضيف فلاتر على أحد التيارات الصوتية على حدة، فممكن أشتغل عليهم على معدل. أما إذا حبيت أني أطبق الفلاتر على كل المسارات الصوتية فبنشتغل بالميكس، لأن كل شيء بضيفه كفلتر رح يطبق على كل المسارات الصوتية، وهذه قاعدة عامة. أنا اليوم رح نشتغل فقط على موجة صوتية واحدة أو صوت واحد، عندي مسار موجود على التايم لاين هو واحد، فلهيك أنا بس فقط بركز أنه موجود وين؟ بالأي 1، ورح نضيف تأثيراتنا بالأي 1. فبجي مباشرة بنقر على هذا السهم لحتى يظهر لي الأماكن اللي أنا بضع فيها التأثيرات. ومثل ما اتفقنا كوننا رح نشتغل على الأي 1، فنحن أيضا رح نشتغل وين؟ على الأي 1، هذه هي الأي 1، تمام؟ ورح نضيف الفلاتر والتأثيرات على هذا المكان. فالخطوة الأولى بداية للتعامل مع الصوت قبل ما نبدأ إلى مرحلة التأثيرات وإضافة الفلاتر وتنقيط النويز هو موضوع الفاليو، يعني ارتفاع الصوت. نحن الآن لو شغلنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رح نلاحظ أن الصوت منخفض، حتى هو مقدار الفاليو نحن شايفينه هي ما يواصل للحد أعظم، فكيف ممكن نرفع الصوت؟ رح ننقر باليمين وبنتوجه مباشرة إلى الخيار عندي الأوديو جين،
وبجي بضع قيم سالبي أو قيم موجبة حسب اللي أنت محتاجه، أما ترفع الصوت أو تنزل الصوت. خلني أختار وليكن على سبيل المثال 11، أنت بتجرب طبعا لحتى نشوف ارتفاع الصوت اللي ظهر معنا على الموجة واضح تماما. طيب خلنا نشغل ونشوف أن الصوت السلام عليكم ورحمة الله ارتفع بالضبط. طيب الآن نحن قلنا أنه في عندي مسافة في بداية الفيديو ما بيكون متكلم فيه عشان أسمع النويز. لاحظ الآن النويز مزعج للغاية. خلنا نوسعها شوي كمان ونشوف كيف ممكن أتخلص بالنويز أول خطوة، وبعد منها كيف نطلع الصوت بأفضل كواليتي. راح نتوجه إلى قائمة الويندو، منتوجه إلى تفعيل خيار الأوديو تراك ميكسر، بجي إلى هذا السهم الموجود هو شو وهايد إفكت أند سينس، وبنقر عليه مرة واحدة لحتى ينقلني إلى الأماكن اللي أنا بضيف فيها التأثيرات الصوتية أو الإفكت بالعموم. ممتاز، مثل ما اتفقنا نحن راح نشتغل على الأوديو 1 الموجود بالأي 1 تمام؟ طيب بجي الأول خيار، نحن رح نضيف أول شيء بعد ما رفعنا الصوت بنشيل النويز، هذا اتفقنا عليه. بجي بنقر على هذا السهم وبنجي إلى النويز ريدكشن وبجي إلى الدي نويز مباشرة، فبيكون التأثير اتطبق معي هون. حتى أبدأ بتخصيص هذا التأثير أجي أعمل نقر مزدوج عليه فبيفتح المربع الخاص بخصائص هذا التأثير. في عندي شيء اسمه بريسيت، يعني في عندي مثل ما بيقولوا هي إضافات جاهزة أو عبارة عن إعدادات جاهزة، بجي بختار منها هي Light Noise Reduction. ممتاز، هو إعداد مسبق وجاهز. بجي الآن بسمع تمام، ما زال النويز عالي، فبجي إلى الأماونت وبتحكم فيها يدويا، خلني أرفعها للأخير وبنسمع. بلاحظ الآن اختفى النويز خلاص. هذه هي النقطة، أنك تتحكم الآن في الأماونت هي الخاصة بالدي نويز يمين ويسار وتزيد وتنقص حسب الضوضاء أو الأصوات المحيطة تمام اللي هي حواليك ومسجلة ببداية التسجيل. لذلك كن حريص في بداية التسجيل اترك مساحة فارغة عشان تتحكم في موضوع إيش، موضوع النويز. خلصنا من موضوع النويز، بنقوم بالإزالة. نجي للسهم الثاني لحتى نضيف تأثير جديد، وبنتوجه إلى الفلتر and EQ وبنختار الفلتر أو التأثير اسمه البارامتريك إيكولايزر، بنضيفه ونفس المبدأ بقوم بالنقر المزدوج عليه. راح نسحب المربع على مكان معين عدادات حتى نبدأ بتشغيل الصوت ومعايرة الصوت. نفس الشيء بنجي إلى البريست اللي هي عبارة عن عدادات مسبقة وجاهزة وبنختار منها اللودنس ماكسيمايزر. رح نفعل رقم 3 ونشغل الصوت ونبدأ في رفع وخفض هذول النقاط الثلاثة لتحصل على أفضل جودة أنت حبيتها للصوت. فبجي لهم مثلا الصوت وبقوم بالتشغيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بننزل شوي. مولا يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. بلقاء اليوم في سلسلة احتراف برنامج أدوبي بريمير رح نتعلم كيفية التعامل مع الصوت وما هي أهم الإفكت أو الفلاتر ممكن نطبقها. طيب ممتاز، إذا حبيت تسمع الصوت قبل وبعد بقوم بإيقاف التأثير بهذا المكان وبسمع الصوت كمستمع مبتدئ حتى وبرجع بشغله وأسمع الصوت بعد ضفت التأثير البرنامج لحتى نطلع. ممتاز، نقوم بالإغلاق وبنرجع مرة تانية للصفر وبنضيف تأثيرنا الجديد. بجي إلى السهم التالي إضافة التأثير وبنجي إلى الأمبليود and compression وبنختار منها الملتي باند كومبريسر، وبجي كمان بنقر نقر مزدوج عليها مباشرة. ومثل ما اتفقنا من البريست في عندي أشياء جميلة وجاهزة، بجي بختار منها برودكاست وبجي إلى هذا الإعداد بقوم برفعه على الأخير. هذا التأثير يعطيك صوت المعلقين الصوتيين، يعني فيه شيء جميل بصراحة. خلينا نسمع ونشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل جدا إن شاء الله. رح نتوجه وإضافة تأثير جديد معانا كمان، رح نختار أيضا هو الهارد ليميتر. الهارد ميليتر رح نقول عليه نقل مزدوج، هو اللي بيخليك شوف أحيانا واحدنا لما يتحدث مش دائما النبرة الصوتية هي واحدة، وتيرة تنخفض وتيرة ترتفع تمام. فأنا محتاج الصوت يكون عندي كله لما ينخفض ولما يرتفع يقف عند حد معين بالماكس تمام، بالماكس يعني بأعلى صوت يقف عند حد معين. فلذلك دائما أنت لازم تضيف الهارد ليميتر عشان تعطي مساحة، أو فيك تقول نحن المساحة العليا للصوت تكون موحدة لكل الصوت أو لكل نبرتك على هذا الصوت أثناء التسجيل. فبجي للبريست نفس المبدأ ونختار إما لايت أو بختار لايتو الناقص 6 مثل ما أنا شايفين. خلي يعمل حفظ
تمام، وبجي بختار اللايت او بجي بختار الليميت. نفس المبدا انت كمان بتعاين وبتسمع وبتشوف. والان راح نضيف التاثير الاخير اللي يعطيني التفخيم للصوت او ترقيق للصوت او تغيير الصوت اللي انت بتحبه ما عندك مشكله فيه. راح ننقر على السهم وبنتوجه الى التايم اند باتش وبنختار الباتش شيفتر وبرجع بنقر نقر مزدوج عليه لحتى يشتغل معنا بالضبط. عندي هدول الخيارين، ما راح اقول لك شوف البريست، عدي اليمين ويسار بالموج او بالعدد الاول والثاني واسمع الصوت وشوف. خلينا نعمل معينه. السلام عليكم. هذا هو الصوت، خلينا اوسع فقط حته واسمع الصوت الجديد. الله وبركاته. لاحظ التفخيم اللي صار معانا. تمام، فممكن اشتغل انا اما بالحته التحتانيه او بالعلويه اللي انت بتشوفه مناسب لك حسب الصوت اللي انت محتاج تفخم او ترقق من خلاله. طبعا على اليمين يعطيك الترقيق او التنعيم وعلى اليسار يعطيك التفخيم للصوت. ممتاز، بعد ما انتهينا بقوم بالإغلاق وأصبح عندي الصوت جاهز بالفيديو. وبهذا الشكل بيكون تعلمنا كيفية التعامل مع الصوت وما هي أهم الفلاتر أو التأثيرات الصوتية اللي أنا محتاج أتعلمها بداخل برنامج أدوبي بريمير لحتى نطلع الصوت بكواليتي لا بأس فيه مهما تكون الموارد الفيزيائية المادية اللي أنا استخدمتها بالتسجيل. أتمنى إن شاء الله أكون يعني أفدت حضراتكم وأوجزت وما أطلت عليكم وقدمت لكم شيء ينفعكم في مسيرتكم في المونتاج في برنامج أدوبي بريمير. أتمنى يا رب تضلوا بألف خير دائما وألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.